السلام عليكم. شوبير دي زاد كالعاده معكم فنيك. رانا ولينا باش تكلموا على الدوري الاوروبي هذه اللي فيها اتليتيكو مدريد غادي اللي غادي تلعب مع فريق من موسكو. الفريق هذا الفرق هذو تاع موسكو اللي فنيك عندهم تاريخ في موسكو، عندهم تاريخ في فنيك، عندهم تاريخ فرق كبيره في موسكو اللي كانت في وقت ما البطوله تاع موسكو اللي كان فانيك من البطولات القويه فانيك. واليوم الحظ تاعها امام فريق اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد اللي غادي نشوفوه يواجه في خاصه بعد الهزيمه الاخيره امام الغار المتصدر البطوله الاسبانيه بهدف لصفر. شويه المورال يحوسوا اليوم كيفاش يتجاوزوا هذا الفريق بالنسبه لهم فريق المجهول، فريق مجهول، وخاصه اتلتيكو مدريد في الملعب تاعها اللي تعرف كيف تتفاوض مع هذه الفرق الصغيره، بالنسبه لها فريق صغير، خاصه هذو الفرق اللي ما يبانوش بزاف، نشوفوهم بصح ما يبانوش بزاف، يتقصاو يتقصوا مبكرا على هذيك ما نشوفوش بزاف، نشوفوا فرق عريقه، فرق كبيره اللي غادي نشوفوها في هذه الادوار المتقدمه، خاصه اتلتيكو مدريد اليوم اللي تحوس كيفاش تخرج من الهزيمه القاسيه تاع هدف لصفر امام برشلونه. المدرب تاعهم اليوم يحوس يوظف احسن ما لديه في الفريق، خاصة في الملعب تاعهم، خاصة امام فريق مجهول اللي ما يعرفوش. حنا تبنا بلي ما يعرفوش، المدرب تاع اتلتيكو يخدموا بكل احترافية، يجيبوا لي فيديو، يجيبوا كلش بكل احترافية. مام هذا الفريق تاع موتليف موسكو، مام هذا الفريق اللي فانيك عنده فانيك قرا على اتلتيكو مدريد، يعرف نقطة القوة، نقطة الضعف تاعهم، واحد قاري على واحد، وكل واحد كيفاش يخدم، كل واحد الاستراتيجية تاعو تاع العمل. على هذيك غادي نشوفوا مقابلة وفيها أهداف والفوز لاتلتيكو مدريد. صحيتو وربي يحفظكم.